السلام عليكم. احب النهارده اعمل معاكم نص جديد، والنص ده لقيته في الانترنت ومسموح ان انت تتفرج عليه وتطبعه. ده يعني لك الترخيص ولا يجوز لك ان تبيعه او تتاجر به، وهو موجود في الرابط اللي هو هنا فوق. ثانيه واحده كده، فيكي سورس، بعد اذنك كده اقلب الكلام عشان اعرف اكتب فيه. الرابط ده اسمه vickysource.org، وهتجدوه هنا تحت في المنشور، يعني في وصف الفيلم. اللي كاتب الكتاب ده اسمه فيلهم اوغوست كوهودي، وده كان كاتب ورسام في زيوريخ في سويسرا، وكاتب هنا كتاب اسمه 50 فابلن und Bilder aus der Jugendwelt. 50 يعني 50، ماشي. فابلن اللي هي أول كلمة دي، فابلن هي قصص خيالية، und يعني و، Bilder يعني صور، aus من، ممكن ترجمة كده der اللي هو أداة التعريف، Jugendwelt كلمتين مركبتين، يعني كلمة مركبة من اثنين، يوجنت يعني شباب، فيلت يعني عالم. إذا 50 قصة وصورة من عالم الشباب. هذا هو اسم كتابه اللي اتنشر أعتقد 87، لما أشوفه اتنشر الكتاب ده إمتى؟ 76، 1876 الكتاب ده اتنشر أول مرة في زيوريخ. طيب هناخد بقى ايه قصة كده، لانه كتاب كبير اهو زي ما انتم شايفين، حاطط صور وتحت الصور حاطط بقى ايه قصائد صغيرة او شعر صغير يعني. فميزة الشعر انه سهل حفظه، وهيخليك يعني تتقن اللغة بشكل فعلا كويس. فنبتدي بقى نقرأ اول قصيدة، اسمها ايه؟ دي رينجل بلومن. بلومن يعني أزهار. دي بلومة، أي دي بلومة واحدة، ودي بلومن يعني جمع، دي بلومن. هنا قال لك دي رينجل بلومن، رينجل بلومن يعني زهرة الرينجل. معرفهاش دي بالعربي إيه على فكرة، هي زهرة كده بتبقى لونها أصفر، زي عندنا نقول إيه زهرة مثلا، زهرة الإيه ال قرنفل. هما بالألماني زي ما تعلمنا في الدروس الفاتت ياخد الكلمة دي يحطها قبل الزهرة، يعني اللي بتوصف الزهرة أو الوصف القرنفل يعني حطها قبل كلمة زهرة وكتبها هنا ولحمهم في بعض، عشان كده اسمها إيه؟ دي رينجل بلومن. قول معايا دي رينجل بلومن. أوكي، لما بص أنا بسجل ومسجلش، بسجل ثانية واحدة كده، التسجيل شغال. طيب بعد اذنكم، برضك الالم هنا تخين شويه عايز اخففه. طيب نقرا الشعر جمله جمله كده. Schöne Blumen, lasst euch pflücken, ihr müsst meinen Hals jetzt schmücken. وهنا ممكن نعمل فول ستوب ولو انها كده مش ضروري، بس عشان نقرا الجمله دي. Schöne Blumen. Schön يعني جميل، وبلومة يعني زهرة. فقال لك ايه؟ اوبا بعد اذنك، قال لك شونا بلومن، لان دي ايه نهاية الصفة دايما بتتبع الموصوف باللغة الألمانية في التذكير والتأنيث. مثلا بدل ما ناخد بلومن يونج يعني ولد، بنقول der junge، يبقى schöner، دي راء يا جماعة، junge زي der، schöner junge، ماشي. أما في الجمع، الجمع بتاع jungen، junge إيه؟ die jungen، الجمع بتنتهي بالإيه؟ بالإيه، عشان كده بنقول إيه؟ الجمع بتاعها schöner jungen. شفت دي زي دي. وكذلك لو خدنا بلوم اللي هي الكلمة اللي احنا نتكلم عليها دي كمفرد، هتبقى دي بلومة.
فنقول ايه؟ انا مش عارف اكتب. شونة بلومة، والجمع بتاعها دي بلومن، يبقى الاخر الجمع بتاعها ايه؟ شونة بلومن. ماشي، وهو ده الكلام الحاصل هنا. فبيقول لك ايه؟ شونة بلومن. ليه ما قالكش دي شونة بلومن؟ لان هي بتحادث، يعني واحدة او هو بيحادث الظهور، يعني بيقول لك يا ظهور يا جميلة شونة بلومن. لاست اويش فلوكن، ايه بقى لاست دي؟ لاست يعني اتركوا، هذا صيغة امر لاست. هي تأتي من كلمة ايه؟ بص عليها، لاسن يعني يترك، دو لست ار لست وهلما جرى. اما صيغة الامر بتاعها دو لاس، ولما بتكلم على هم جمع، هنا بصوا هنا قالك لست اتركوا، دي صيغة الجمع من لسن، صيغة امر جمع من كلمة لسن لست. ليه الكلمة دي نتعلمها؟ لان انت هتجد في حياتك الكلام ده بيتقال كتير جدا. يعني مثلا لو انت لسه في الهايم ولا مش عارف ايه، ممكن الناس بره عاملين دوشه مش عارفين، تقول لاست داس زاين، اتركوا هذا يكون. يعني ايه اتركوا هذا يكون؟ يعني بطلوا. لاست داس زاين يعني اتركوا هذا. او لما حد يقرفك بيغلس عليك تقول له لاس داس، اترك هذا. لاس داس اترك هذا، ماشي، لاس داس كفى اترك هذا. فهنا بقى ايه؟ شون بلومن، اوكي، لست اتركوا ايش انفسكم، اذا اتركوا انفسكم فلكن، فلكن كلمه جميله، فلكن يعني ان يقطف الشيء. لست ايش فلكن اتركوا انفسكم للقطف، يعني خلوكم تتقطفوا. شون بلومن لست ايش فلكن، يا ظهور يا جميلة خليكم ايه تتقطفوا كده. طيب شون بلومن لست ايش بفلكن. ايه مست ماينن هالس يتس شمكن، برضك ايه مست دي صيغة امر. ايه يعني انتم، مست يعني لابد، أنتم لابد عليكم، ماينن يعني بتاعي، هلس يعني رقبة، يتست يعني الآن، شمكن يعني إيه بقى شمكن بالعربي؟ تزينوا شمك يعني زينة، الزينة بنقول عليها شمك، شمكن التزيين. ihr müsst meinen Hals jetzt schmücken، أنتم لابد meinen Hals رقبتي jetzt الآن تزينوا. وعايز أقول لك يا ظهور يا جميلة خليكم تتقطفوا عشان أنتم دلوقتي لازم إيه تزينوا رقبتي. حلو الكلام ده؟ فغالبا واحدة بنت هي اللي بتقول الكلام ده. لما نشوف خدنا اول جملتين دول، احب ان انتم فعلا تحفظوها. شون بلومن لست ايش فلكن ايه مست ماينن هالس يتس شمكن. نستمر في الكلام. اين كتة زولت ايه وردن، نشت زو سيتسن in der Erden. ايه الكلام ده؟ طيب eine Kette، Kette يعني سلسلة، eine Kette sollt صيغة الأمر ihr werden. ناخد الجملة دي نشرحها، اطلع بره كده عشان اشرح الكلمة دي. ايه ناخد sollt دي الفعل، يعني ايه sollt؟
Ich soll essen. Du sollst essen. Essen يعني تأكل. Ich soll essen. أنا لابد علي الأكل. وهي تأتي كده كفعل مساعد. يعني أنا soll لابد. بس ملهاش فعل بالعربي. بس هي بالألماني تعامل كفعل. Ich soll essen. Du sollst essen. أنت عليك أن تأكل. لابد لك أن تأكل. هي soll دي بتبقى فعل مساعد. ليه؟ لأن طبعا هي بتيجي على كلمة الأكل أو الإطعام. أسن يعني الإطعام مش الأكل. هنا هي المقصود بالإطعام. أنا عايز بقى نحط الفعل هنا الإطعام. فأنا يجب علي مثلا الإطعام أو مش عارف إيه. إذن زول دي ممكن أخدها كده تترجم لابد. أنت لابد أن تأكل. أنا لابد أن أكل. هلما جرى. فهنا في الجملة بتقول إيه؟ دو أنت زولست. أنت لابد لك. ماينن. لا أنا أعتقد السنة محتاجينها. لا أعذروني أنا خلصت الجملة دي. دي كتة. أنا كتة زولت إفادن. أعذروني. أهو. أنا كتة. أنا كتة يعني سلسلة. زولت لابد عليكم. إيه أنتم. werden تكونون. Eine Kette sollt ihr werden. يعني أنتم لابد عليكم أن تكونوا سلسلة. مش قاعدين كده في الأرض. عشان كده بتستمر وتقول nicht so. ليس كذلك. sitzen تجلسون. in der Erden. ولتعلم هنا غلط. المفروض يقول لك إيه لو لا لغويا صح. المفروض تقول nicht so sitzen in der أو Erde أو in den Erden. الجامعة بتاعها in den Erden بالنون في الآخر. بس هو أخذ صيغة أداة التعريف للمفرد وقال الجامعة. هذا يجوز في الشعر. يجوز عشان ننهي الكلمة على نون. هي اهي فلكن شمكن فادن اعدن. ان هو هنا يلوي النحو الألماني ويغير فيه. هذا جائز في الفن وفي الشعر ان انت ايه يعني تتساهل شوية في نهايات الكلمات. وهي فرصة يعني واحنا نشوف الكلام ده نعرف الصح من الغلط وأسباب التغليد أو أسباب تغيير الكلام. طيب nicht so sitzen. لا ليس كذلك. sitzen الجلوس. in der Erden في الأرض. نقرأها من الأول. بعد إذن. schöne Blumen lasst euch pflücken. ihr müsst meinen Hals jetzt schmücken. Eine Kette sollt ihr werden, nicht so sitzen in der Erden. Hallo, nestemir. Also, يعني إذن ممكن نترجمها إذن. Sprach تكلمت أو تكلم على حسب أن احنا نعرف. المؤنث والمذكر في الفعل لا يختلف في اللغة الألمانية. Also sprach die Kleine. Klein يعني صغير. بس هي عشان بنت بنقول Kleine. Die Kleine. Liese. اهي Liese. Liese ده اسم دلع غالبا لاسم Anneliese مثلا. فبندلعوه يقول لها ايه ليزا. وممكن يكون اسمها ليزا. الواحد سماها على طول ايه اسم الدلع. Also sprach die kleine Liese. يعني اذا دا
تكلمت ليزا الصغيرة. ولتعلموا أن الصفة تأتي قبل الموصوف في اللغة الألمانية. يعني مثلا لو قلنا بالعربي قلنا إيه؟ ليزا أو اسمه الصغيرة، يبقى احنا ايه؟ ليزا ألف التعريف صغيرة وصفت دي. حلو. بالألماني بناخد الألف لام دي بنقول في الأول دي واسمها ايه؟ ليزا، والصفة هنا تأتي كلاين، وبما أنها مؤنثة تأتي أهي الايه دي كلاينيه، لان هم ينتهوا مع بعض كده دي كلاينيه ليزا، دي كلاينه ليزا. حلو. Also sprach die kleine Lisa, hüpfte durch die ganze Wiese. Ihr hüpfte durch die ganze Wiese. Die. Na, ich hol ne Bus an Kelma die. Hüpfen. المفروض اكتبها كبيرة بعد اذنكم. Hüpfen يعني القفز. القفز. يقفز او تقفز على حسب. يعني sie es hüpft. hüpft hüpft. حاول تقولها دي hüpft، هي سهلة لو اتدربت عليها. أما الماضي بتاعها hüpft، يعني لو مضارع، لو أنا دلوقتي بقول هي تقفز بقول sie hüpft، أما هي قفزت زي هبفت. ماشي. وقبل ما نستمر في الجملة ناخد الكلمة دي فيزا، يعني حديقة، بس مش اي حديقة. احنا بالعربي الحديقة بتبقى مفهوم منها ممكن يبقى فيها ورد وزهور وبتاع، فيزا يعني حديقة نجيلة كده، يعني حديقة مفتوح الواحد يمشي فيها يقفز فيها يلعب فيها كورة، يعني غير مقصود بحديقة فيها زهور، مقصود بايه؟ الجنينة اللي فيها نجيلة. ماشي. طيب نبص بقى في الجملة دي بعد إذنك، ناخد شوية كده ننظف العملية. أهو هبفت قفزت. مين اللي قفزت؟ ليزا. دوش دوش يعني دوش أصلا يعني من خلال، يعني أنت بتقول ich komme durch die Tür، أنا آتي من خلال الباب. durch die Tür. يا او واحد سقط نقوله durch gefallen. gefallen يعني سقط، سقط في الامتحان، يعني لما داخل الامتحان كده في وسطيه ما فضلش في الامتحان ونجح، لا ده سقط عدى من وسطيه كده وما فلحش. والعياذ بالله بنقول واحد عنده اسهال durch fall، لان الاسهال طبعا بيعدي كده. فdurch يعني من خلال، ولكن تترجم هنا بمعنى وسط. ماشي. يعني الحديقة لو عاملة كده هي بقى قاعدة تنط لي هبفت، قاعدة تنط 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 كده ايه في وسط الحديقة، ولكن مقصود بانها ايه عدي كده في وسط الحديقة. durch وسط. durch die Wiese. Wiese اللي هي الحديقة. وايه ganze دي؟ ganze يعني كل. دي ganze Wiese زي kleine Lise ganze Wiese، لأن Wiese مؤنثة. دي ganze أهي Wiese. أتمنى أن أنتم فهمتوها دلوقتي. يلا بقى نستمر. هشيل بقى شوية شخبطة كده عشان إيه يكون عندي مكان للكتابة. اعذروني. ودي الآخر إيه. ناخد بقى الكلام كل من اوله تاني. يلا. دي رينجل بلومن شöne بلومن لاست euch pflücken ihr müsst meinen hals jetzt schmücken eine kette sollt ihr werden nicht so sitzen in der erden also sprach die kleine Lise hüpfte durch die ganze Wiese. يستمر يقول ايه؟ hörte جاي من كلمة hören
بنقول المضارع بتاعها er, sie, es, يعني هو هي والمخنث hört, hört تبقى ايه بقى ايه الماضي سمعت hört nicht لم تسمع die Bienlein summen ايه Bienlein دي Bienlein دي تأتي من كلمة Biene Biene يعني نحلة وبنصغر الكلمة وبندلعها بنقول ايه Bienchen او بنقول Bienlein يعني هو الاسلوب الدلع الالماني كده يعني مثلا ايه شمس بالعربي نقول عليها شموسة مثلا او دلع دلوعة كده يعني فاحنا ايه الاسلوب التصغير او التدليع الكلمة فبين لاين هنا استعملها لتدليع كلمة بينا فبنقرأ ايه بنقرأ ايه hört nicht لم تسمع دي بينلاين النحل ودي صيغة جمع زومن زومن اللي هي بالضبط زوم 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 يعني النحلة لما بتعمل صوت عشان كده سموا هذا الصوت زومن ماشي فهي لم تسمع النحلات بتعمل ايه زومن بتعمل الصوت بتاعها نستمر sieht nur nach den Ringelblumen sieht يعني ترى nur فقط nach إلى den Ringelblumen إلى أهو ظهور الرِّنْجَل macht sich eine hübsche Kette macht يعني تصنع تصنع macht تعمل تصنع sich لنفسها eine واحدة hübsche يعني جميلة كتة كتة يعني سلسلة تقولي ايه ده ما انت قلتلي من شوية schön كتة يعني سلسلة جميلة ايه بقى hübsche دي بقى hübsche كتة هي schön يعني جميل وhübsch يعني جميل الاخر هقولي ايه اللغة العربة دي طب انت بالعربي تقول ايه حلو جميل طيب ظريف يعني في كلمات عديدة ممكن تصف الشيء فاحنا بنقول ايه عن الشون كتة عن هبش كتة الاتنين طبعا اليوم مع اختلاف بسيط جدا في المعنى ولكن الاتنين يعني شيء جميل شيء يعني حلو الواحد يشوفه يعني فبتقول macht sich تصنع لنفسها eine hübsche يعني واحدة جميلة كتة وانت خلاص اخدناها كذا مرة يعني هبش دي هي صفة وكلمة عين كتة نبص فوق كان في هنا برضك ايه اهي ليزا دي ليزا ادي الصفة كلاين ليزا او فيزا الحديقة دي فيزا اهي الصفة بينها ماشي وهنا عين كتة وجات الصفة بينها هبش طبعا من كتر شخبطة مش هتعرف تقرا اي حاجة فآن الأوان إن احنا ننظف إيه النص بتاعنا شوية صوتي منبوح كده في وسط رمضان كده هانت خليكم معايا ويا ريت تكتبوا بقى النص ده على ورقة وطول ما انتم ماشيين تحفظوا فيه تخيلوا كده لو رحت لواحد ألماني وقلت له الشعر ده هيقول لك الشعر ده إيه الشعر الجميل تقول له الشعر ده من ها ها من مين من كورودي طيب انا تهت كده سمعت اهي الغين البلوم ما هو احنا وصلنا لحد هنا ما اختصش عن هبش كتا نستمر keine Königin ich wette kann in ihrem Perlenschein glücklicher als Lieschen sein طبعا ده كلام ممكن يبان انه صعب بس هو سهل جدا بس افتكر بس keine Königin ich wette kann in ihrem Perlenschein طيب keine Königin Königin يعني ملكة keine
يعني نفي، يعني ما فيش ولا ملكة، ولا ملكة، ولا ملكة. إيه فتا، أوبا أنا توهت كده، لا ده غلط. أهو إيه فتا، أنا بعد إذنك أنا مش عارف أقوله النهاردة عشان مش لابس جوانتي فعمال يتزحلق معايا. أنا أراهن، فتا يعني أراهن، أنا أتحدى. كاينه كونيجن إيه فتا، ولا ملكة أنا أتحدى. طبعا أنت مش بتتحدى الملكة، أنت بتتحدى عمتها، بتقول كاينه كونيجن أنا أراهن كان تستطيع إن إيغم بيرلنشاين جت الداتيف. فناخد الجملة دي عشان نشرح الداتيف معها بالمرة، كان إن إيغم بيرلنشاين keine Königin. هلغي ich wette دي ثانية واحدة، الجملة دي اللي شرحتها فوق دي راحت فين؟ ich wette والله ما انا كاتبها هنا. هلغيها ثانية واحدة. كان ايه الخط الهباب ده؟ ثانية واحدة. كان ان اي غم بيرلن، كانت بيرلن يا جماعة، بيرلنشاين اهي، بيرلنشاين والجملة تستمر. لا ملكة تستطيع ان إيغم يعني ملكية، يعني تملك الشيء الاخر ده يبقى بتاع الملكة. بيرلن يعني اللي هي اللؤلؤ، شاين يعني لمعان، لمعان اللؤلؤ. فانا بقول مفيش ملكة تستطيع في لمعان لآلئها. إيغم يعني بتملك الكلمة دي للإيه؟ للملكة. كاين كونيجن كان إن إيغم بيرلنشاين، بيرلنشاين اللي هو برق اللؤلؤ أو التلألؤ بتاع اللؤلؤ بتاعها. مفيش ملكة تستطيع في البريق اللؤلؤ بتاعها. بصوا بقى إيه، glücklicher als Lieschen sein. ايه glücklicher دي؟ الجملة هتفهموها حالا. glück يعني حظ، glücklich يعني سعيد او محظوظ، glücklicher يعني محظوظ اكتر. مثلا انا بقول انا جعان، ich bin hungrig، انا جعان hungrig. ترد عليه بتقوله ich bin hungriger، انا جعان اكتر. واكتر واحد جعان هيقول لك ich bin am hungrigsten، بس هي مش مكتوبه في الشعر فالغيها. فدلوقتي ايه الجمله بتقول ايه لحد هنا؟ بيقول لك مفيش ملكه أرهنك تستطيع في اللمعان بتاع القالب بتاعتها تكون اسعد als Lieschen sein، اي تكون اهي، تكون هي زين دي، تكون اسعد من Lieschen. عشان نفهم الكلام، وكلام سهل جدا على فكره بس لازم يتحفظ، من غير حفظ مش هتفهمه. انا هفصصه بقى، هو افصصه لك ايه كلمه كلمه عشان تعرف الترتيب بتاعها. مفيش ملكة أرهنك تستطيع في بريق لآلئها أن تكون أسعد من ليسين. إيه ليسين دي؟ ليسين دي اسمه ليزا، اسم البنت، واسم الدلع بتاعها إيه؟ ليسين، زي ما قلنا بينا نحلة، ممكن تبقى ايه بينشن او بين لاين. فهنا قالك ليزا بقت ليسشن.
فطبعا ليزا عماله تنط في الحديقه وتلم في الورد وتعمل منها سلاسل وفرحانه. ففي الاخر الشاعر بيقول لك ايه: ما فيش ملكه كاين كونيجن اراهنك ايش بتا انا اراهن تستطيع في لمعان لآلئها يعني الملكه ان تكون اسعد ان تكون اسعد من ليزيان من ليزا الصغيره. وبالالماني نغير اللون: keine Königin, ich wette, kann in ihrem Perlenschein glücklicher als Lieschen sein. طيب دلوقتي هنعمل ايه معاك او معاكي؟ عليكم ان انتوا تقروا ايه النص ده معايا. ثانية كده ننظف الكلام. أنا آسف. ونفس الترتيب بقى زي بيت الأفلام، أنا هقراها مرة وأنا بقرا هحط لك خط تحتيها، وبعد كده أنت تقرأ هكون أنا إيه بعدي إيه أنا بالقلم الأصفر على الكلام. اسمع دايما الجملة وأنت إيه اقرأ ورايا. دي رينجل بلومن، دي رينجل بلومن، schöne Blumen, lasst euch pflücken. Ihr müsst meinen Hals jetzt schmücken. Schöne Blumen, lasst euch pflücken. Ihr müsst meinen Hals jetzt schmücken. Eine Kette sollt ihr werden, nicht so sitzen in der Erde. Eine Kette sollt ihr werden, nicht so sitzen in der Erde. Also sprach die kleine Liese, hüpfte durch die ganze Wiese. Also sprach die kleine Liese, hüpfte durch die ganze Wiese. Hörte nicht die Bienlein summen, sieht nur nach den Ringelblumen. Hörte nicht die Bienlein summen, sieht nur nach den Ringelblumen. Macht sich eine hübsche Kette. Macht sich eine hübsche Kette. Keine Königin, ich wette, kann in ihrem Perlenschein glücklicher als Lieschen sein. Keine Königin, ich wette, kann in ihrem Perlenschein glücklicher als Lieschen sein. وبذلك تكون انت خلصت اول قصيدة او اول شعر صغير من الكاتب بتاعنا. وبعد كده المرة الجاية هنعمل ايه الحتة دي دي غاوبة، وبعد كده هنعمل دي شمتلينج ونشوف. انا معاك، احفظ الكلام ده وبإذن الله هتلاقي نفسك بتكلم ألماني بطلاقة. عليك انك تحفظ الكلام. يلا سلام عليكم.